تابعينا بصباحنا ووصلنا لأولى فقراتنا. خلينا ننتقل مع ضيفتنا لليوم ونحكي عن أنه نحن كتير بنتعرض لأحاسيس ومشاعر بتضغط علينا وبتحركنا لحتى نقوم بأفعال ما كنا بدنا نقوم فيها، بس قمنا فيها بدافع الخوف بدافع الرهبة لحتى ما نخسر أشخاص منحبهم. أكيد ليا هاي الأفعال نحن منتصرفها لحتى نحافظ على وجود أشخاص هنون بيكونوا سامين نوعا ما بحياتنا، وبنعمل المستحيل وافعال خاطئه كثير بنتصرفها وافعال طايشه بيكون الشخص الثاني عم يتصرفها وعم يبتزنا عاطفيا تحت مصطلح الابتزاز العاطفي. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع مدربه التنميه البشريه حلا الشيخ. يسعد صباحك. صباحك يا رب. صباحكم يا رب. صباح الخير حلا. صباح النور. يعني بالبدايه خلينا هيك يعني نحكي عن الموضوع ونتعرف مين هو يلي الشخص يلي بيبتز عاطفيا يلي بيبتزنا يلي يبتز عاطفيا كمان. هلا نحن عم نحكي عن الابتزاز العاطفي. فالابتزاز العاطفي هو شكل من اشكال التلاعب النفسي يلي بيقوم فيه اشخاص قريبين مننا بيهددونا بالعقاب اذا نحن ما عملنا الشيء اللي هنهم بدهم اياه او تصرفنا بالطريقه اللي هنهم بدهم اياها. بكل انواع الابتزاز في تهديد اساسي دائما، اذا ما تصرفت بالطريقه اللي انا بدي اياها او اذا ما تصرفت مثل ما انا بدي فرح اعاقبك. فهو مصطلح يعني بيستخدمه الشخص، انتشر هو بنهايه التسعينات، واللي بحث بهذا الموضوع كثير هي المعالجه النفسيه سوزان فورورد، واصدرت كتابه اسمه الابتزاز العاطفي وتحدثت فيه عن الابتزاز بشكل موسع جدا، انواعه والاوجه وعطت امثله كثير واسعه. هو الابتزاز العاطفي خلينا نقول طريقه بيستخدمها الشخص قريب مننا، يعني هي علاقه بدها تكون بين طرفين. وليش اكثر شيء انه الاشخاص القريبين مننا؟ لانه الاشخاص القريبين مننا بيكونوا بيعرفوا نقاط ضعفنا، بيكونوا بيعرفوا اسرارنا، بيكونوا بيعرفوا تفاصيل حياتنا، فبيستغلوا هذا الشيء كرمال يحققوا بالدنيا. طيب هذا المصطلح الابتزاز العاطفي بيندرج تحت كثير افعال، يعني ممكن نحن نسميه ابتزاز عاطفي. صح. خلينا هيك نتعرف على المراحل، له مراحل بتبدا شوي شوي ولا فجاه؟ صح. الشخص لا، هي اكيد في مراحل لحتى انا اعرف انه كيف عم ابتز عاطفيا. اول شيء بيكون انه الطرف مثلا هو خلينا نسميه الشخص المبتز، والطرف الثاني اللي عم يمارس عليه الابتزاز اسمه الضحيه اللي هو رح انه يتقبل هذا الابتزاز. اول شيء بيطلب الطلب، هي ست مراحل. اول شيء الطلب، بيطلب منك الطلب، فبيكون الطلب انه بطريقه مباشره او غير مباشره، لانه الابتزاز هون ممكن يصدر هذا الطلب من اي حدا بشو ما كان دوره، ممكن من الاب، ممكن من الام، ممكن من الابن، مدير العمل، الشريك، الصديق، اي شخص بيطلب الطلب. لما هو بيجي يعني بيصطدم بحائط اسمه حائط المقاومه، انه انا بقول ما بدي او بلشت انه انا ارفض، هون ببلش هو بعمليه ضغط علي، بيصير يضغط علي وبيصير يدور على اسباب ويضغط على مشاعري. هون بيجي هو بيستخدم مشاعري، بيوظف مشاعري لحتى يمارس عمليه الابتزاز، اما بخليني اشعر بالذنب او بالالتزام او بالتانيب واللوم. بعد الضغط، هو بعد ما يمارس علي الضغط لحتى انا اقبل طلبه، ببلش يهدد انه اذا ما عملت هيك انا رح اساوي هيك، رح اعاقبك، اذا مثلا بالعلاقه العاطفيه اذا ما عملت هيك انا رح اتركك، ما عاد انه رح ننهي العلاقه وننفصل. بعدين هون بيجي بقى الإذعان، لما انا يمارس علي ويصير اشعر بالتهديد رح انه خلص اوكي رح استسلم لطلبه، وهون قدمت له الإذعان. ولما هو بيشوف انه انا استسلمت خلاص معناتها نجحت العمليه وبيصير بيمارسها بشكل تكرار. لكن حلا اليوم اخترنا موضوعنا لانه هذا الابتزاز العاطفي هو بيشمل الكبار والصغار والعلاقات المهنيه، العلاقات العاطفيه. صح. حتى العلاقات الاسريه. تمام. خلينا هيك نحكي اليوم بالمرتبه الاولى، اي اكثر شيء ابتزاز عاطفي بياثر ان كان على البيت، ان كان على المهنه، ان كان حتى على شخصيه الشخص. هلا بعمل لك، هو يعني مصطلح منتشر والكبير كل بيمارسه شو ما كان موقعه ودوره اليوم بالحياه، حتى ممكن الاطفال الصغار بيبتزوا اهاليهم لما بيفوتوا بعمليه البكاء والصريخ. يعني نمبر 1 هي كلها شايفينها، يعني هي كلها انه امثله عامه وعم نعيشها اليوم بتفاصيل حياتنا. يعني هي في انواع للابتزاز. اول شيء هو الشخص المعاقب، اسمه المعاقبون. شو يعني؟ يعني اذا ما عملت الشيء اللي بدي اياه رح اعاقبك. اذا مثلا هون بتمارسوا اكثر شيء الام، اذا ما عملت هيك رح اعاقبك، اذا ما عملت هيك مثلا رح امنعك من الشيء اللي انت بتحبه. ثاني نوع من انواع هو المعاقب الذاتي، هو الشخص اللي بيجي بيقول انه انا مثلا ما عملت هذا الشيء بدي انتحر، بدي اقتل حالي، بدي اذي نفسي. اسمه المعاقب الذاتي، هو اللي بيلجا انه انا بدي اذي نفسي اذا انت ما لبيت لي رغباتي او ما عملت الشيء اللي انا بدي اياه.
ثالث حاله عندنا اياها او نوع من انواع الابتزاز هو المعانون، هو الشخص اللي بيشعرك انه انت سبب معاناته والمه اليوم بالحياه اذا ما نفذتي الشيء اللي هو بده اياه. يعني بيصور لك حياته انه هي كلها بؤس والم ومعاناه. هون اكثر نوع بيفوت بهي القصه هي الام اللي بتبتز احد اولادها، مثلا بتكون بنتها بدها تتزوج عم بتبلش انا كيف بدي اعيش حياتي بدونك، كيف بدك تتركيني وتروحي، هي انت اللي عم يعني نعيش او انا كل النهار عم بجني ونظف وبتزعجين وما حدا حاسس فيني ولا مقدر شيء. اخر نوع هو المغرون اسمهم، هن اللي بيقدموا كثير شغلات حلوه، هدايا مكافئات، ولما بيطلبوا الطلب اذا ما نفذته بسحب كل شيء منك. هذا اكثر شيء بنشوفه بالمهن بالعلاقات المهنيه بجو العمل، مثلا بتنوعدي بترقيه وظيفيه، بتنوعدي بمكافاه، بيجي الطلب بعدين بحاله انه انت ما بتكوني وعيانه انه انت اوكي. فانا هون لازم اكون كثير منتبه ودقيق وواعي. حتى في اشخاص ممكن يعملوا عقاب صامت، ما يحكوا معك ولا حرف وما يكون عندهم اي ردة صح فعل، اسمها المعامله الصامته. تمام مزهور. هي بتندرج كمان اي طبعا هي ليك بتختلف الادوات بس كلياتهم بالنهايه انواع الابتزاز، يعني بيستخدموا ادوات مهنيه واحده. خلينا نقول في منهم بيلجأوا للمعامله الصامته انه انا ما عاد بحكي معك ولا ببدي اي رد فعل لحتى تنفذي الشيء اللي بدي اياه. صح هذا نوع. طيب خلينا هيك نحمي حالنا، نعرف اليوم خصوصا في عند اللي ما عندهم وعي ونضج كثير وبيفهموا هي القصص كثير انه كيف ممكن انه يحموا حالهم من الابتزاز. موضوع كثير صعب ومعقد وبده وعي كثير كبير. بتحسي بده وعي كثير كبير ليش؟ لانه عم اقول لك هو عم يصدر من اشخاص مقربين مننا، فالموضوع رح يكون صادم لنا ونحن ما رح يعني اذا ما كنا وعيانين بهذا المصطلح وتعريفه وشو هو ما رح نوعي انه نحن عم نتعرض لعمليه ابتزاز. يعني يمكن نحن لا نزعن فورا من اول الضغط او ممكن نخلص نستسلم ونعمل الشيء اللي بده اياه. اول شيء بده يكون عندي اكيد وعي بالمصطلح، انا اليوم فهمت وتوعيت شو يعني ابتزاز عاطفي. ثاني شغله بده يكون عندي تقدير ذاتي جيد لنفسي، يعني انا نظرتي ايجابيه لنفسي وما عندي حاجه مفرطه لنيل رضا الاخرين. لا انا خلص بعرف شو نظرتي الايجابيه لنفسي وشو رايي بنفسي. ثالث شغله بدي اتعلم اني انا كيف اتعامل مع مشاعري واتحكم فيها، بحيث انه هو الابتزاز العاطفي قلت لك بيقوم بصلبه انه في شخص بيوظف مشاعري لحتى يستغلني فيها، فبيشعرني بشعور معين لحتى انا انفذ الشيء اللي هو بده اياه. فلازم اتعلم انا كيف مثلا اسمي مشاعري وكيف اتعامل معي. اكيد هون في مهاره من مهارات الذكاء العاطفي اني انا كيف اتعامل مع مشاعري وافهمها. بدي اعرف اقول لا لما انا بيجيني الطلب، مو دغري وافق، اخذ مساحه تفكير لنفسي، فكر قبل ما اقول ايه، بعد ممكن انه اقول له بعد 24 بجاوبك، اعطيني وقت لبكره بكره بجاوبك، فكر هون، اذا الموضوع ما بيناسبني وما بيلائمني بقول لا بكل صراحه. نعم، هلا كمان خلينا نحكي هيك كيف فينا نحن نتعامل مع الشخص يلي بيبتزنا عاطفيا، هلا حكينا نحن كيف فينا نحسن حالنا، ولكن كيف فينا نحن نتعامل نتعامل مع هذا الشخص، كيف فينا نحن نعطي ردة فعل نصده فيها او ما هي تأثر علينا او على حياتنا ان كانت بالشغل وان كانت هلا انا مجرد معرفتي اني عم اتعرض للابتزاز، يعني انا اليوم بالحياة الطبيعية كلنا نطلب طلبات من بعض وكلنا اوقات نستخدم التلاعب الايجابي، يعني ممكن نتحايل نحقق قصص بدنا اياها، بس مو كيف بتصير القصه هون لما عم ينطلب الطلب انه انت لك كامل الحق انك ترفضي، انه لا انا ما بدي، لما قلتي لا ما بدي صرتي تحسي انه عم يمارس عليك ضغط اكثر، انتبهي هون انت ها بلشتي تفوتي بمراحل عمليه الابتزاز، اذا وصلت القصه للتهديد فانت حتما فتي بعمليه ابتزاز، فهون لازم تقطعي لا انا ما بعمل هذا الشيء وما بيناسبني. طب كيف هي مرحله التطنيش او الصد كيف بدها تكون؟ هي اول شيء بدي اقول لا اجباري ولا هي لحالها، يعني اليوم جمله وبحاجه ارسم حدودي مع الاشخاص، يعني اوكي العلاقات اليوم كلها قائمه على الاخذ والعطاء طبيعتها هيك، بس بعمليه الابتزاز لا بيكون الشخص ما بيتجاهل مشاعرك ما بيحترم رايك ابدا، يعني بتيجي انت عم تقولي لا ما بيقول لك ليش لا او شو حاسه او شو مشاعرك، مجرد قلتي لا ببلش هو يمارس عمليه الضغط والتهديد. فانا لما بدي يكون هذا الشخص خلص بدي اقول له انا لا هذا الشيء ما بيناسبني، والموضوع انه انا عندي ما بيتناقش، يعني خلص خالصين، اذا كثير هو قصر ما بستجيب ابدا عشان ما تتكرر العمليه. طيب خلينا ننتقل هيك لفتره كثير حساسه بحياه الشخص اللي هي المراهقه، كثير بنشوف المراهقين بيضغطوا على اهاليهم بيبتزون عاطفيا لحتى ينفذوا لهم بعض الطلبات انه انا بدي اروح مشوار او بدي اي شيء بالحياه، فبيضغطوا على اهاليهم، يعني شو هون الطريقه لحتى نحن او الاهالي يتعاملوا مع المراهق اللي بيضغط عليهم؟ تمام. هلا صلب اي علاقه اليوم بدها تكون علاقه فيها شعور امان واطمئنان وراحه، خصوصا العلاقه بالشباب المراهقين اليوم بينهم وبين اهاليهم بده يكون في مساحه امان لحتى مثلا انه الشاب او الصبيه يجوا يحكوا لاهاليهم شو عم يصير معهم، او مثلا انه انا مثلا اليوم عندي مشوار بدي اروحه، لما الاب او الام بيرفضوا يفوتوا بمساحه حوار امنه، انت احكي شو عندك وانا بحكي شو عندي، بنوصل لشيء بيرضيك وبيرضيني،
لا انا بدي افرض عليك انه انت ما تروح، ولا بدي انت تفرض عليه انه بدك تروح. هون بحاجه يكون في تواصل صحيح، مساحه امنه لحتى هو يعبر ويحكي ويفضفض لحتى يوصلوا لحل بيرضيهم، لانه كمان المراهقين هون بيدخلوا بمرحله معاقب الذاتي، بيهددوا اهاليهم انا رح اقتل حالي، انا رح انتحر، انا طالع من البيت ما عاد راجع. بدنا ننتبه كثير من المرحله الحساسه. تماما، بس يدخل المراهق فرضا الاهل ما لحقوا هي الفتره انهم ينقذوها بالوقت الصح، ودخل المراهق بهي المرحله انه الضغط الذاتي او يعاقب حاله او اي شيء، هون الاهل شلون لازم هون بدها تيجي بقى مرحله التواصل والتفاوض، لانه هن بدهم يجي يقربوا منه لحتى يشعروا بالاطمئنان، لانه هو شخصيه المبتز من جوا هي شخصية بتعاني من الحرمان وبتخاف من الهجر. يعني هي شخصية عانت من الحرمان، كلنا بمرحلة الطفولة نحنا كان لازم في احتياجات عاطفية ناخدها من أهلينا، الأهل ما كان عندهم وعي بهي الاحتياجات العاطفية، فللأسف تهمشت وما أخذناها وما تشبعوا فيها الأطفال. فشخصية المبتز هي شخصية بتعاني من الحرمان وبتخاف من الخسارة والفقدان. فهو الشخص هم بدهم يشعروا بالأمان بالطمأنينة، يقربوا منهم، ما يبعدوا عنهم بأساليبهم العنف، إنه لا وما بصير، أو يمسكوا ويحبسوا، لا هنن هيك عم يأثروا كتير على شخصيته. تمام. طيب نحن وقت بنتعامل مع الشخص يلي بيبتزنا عاطفيا ونحن بدنا اياه بحياتنا، ولكن موجود. كيف نحن بحاجته ولكن نحن متضايقين من اعماله. تمام. يعني حكينا كيف طرق التحصين، كيف طرق التعامل، ولكن ما حكينا كيف فينا نساعده ليتغير. نحن كناس اسوياء هيك بنعرف حالنا، عندنا هي الثقه وواعيين بكل شيء نحن بنمتلكه بشخصيتنا. كيف فينا نحن نخليه يكون هيك اكثر ريلاكس بعيدا عن الابتزاز؟ تمام. لانه يمكن نحن بحاجه له بحياتنا. صح. بحاجه نتعامل معه. صح. انا هون بدي فهمه وعي واقول له انه انت الشيء اللي عم تعمله كثير عم يضغط علي، وهذا الشيء اذا هو خرج انه يتقبل هي الفكره بقول له انه انت عم تمارس علي عمليه ابتزاز وانا بتضايق، مشاعري بتتاذى من هي الطريقه اللي انت عم تتبع معي او هذا الاسلوب اللي انت عم تضغط علي فيه لحتى لبي الشيء اللي بدك اياه. اليوم نحن بالعلاقات في شيء بنفتقده هو رسم الحدود. قد ما كان الشخص قريب منك في حدود لشخصيتك خاصه. صح. فيكي ما لازم اسمح لحدا انه يتجاوزها. شغله انه انا بحق لي اقول لا عشان ما بيناسبني، بحق لي مثلا ارفض، بحق لي انه انا مثلا انه في اوقات ما جاء بالي احكي فيها مع حدا، او اوقات مثلا ما في داعي انه في شغلات خاصه فيني اموري الشخصيه ما بحب اني اتشاركها مع حدا. فنحن بالعلاقات دغري هيك بنفوت بالعلاقه وبننجرف فيها وبننسى الحدود فبتضيع. فلما بده يجي هو بقى يمارس علينا الابتزاز ما في حدود، فبدنا اجباري نزعن لهم. فهون لا، برسم حدود وبقول له لا هذا الشيء ما بيناسبني، واذا انت بتحبني وبتحترمني فلازم تتقبل هذا الشيء. في اشخاص بس تقولي لهم انه عن موضوع بيزعجك او عن تصرف بيزعجك بيصيروا بيعملوه قصد، عرفتي؟ صح. يعني مثل كانه مسكوا عليك نقطه ضعف بيصيروا يتصرفوا هذا الشيء اللي بيزعجك، ما بيتفهموا ابدا انه انا هذا الشيء بيزعجني مشان انا ما اخسرك او ما نخسر بعض، لبقى تساوي هذا الشيء. بيقوم بكل غباء بيتصرف هذا الشيء بيعيده. تماما. هلا العلاقه الصحيه هون بده يكون كيف انت كيف تكتشفي اذا انت العلاقه اللي فيها صحيه او سامه. العلاقه الصحيه بيتقبل هذا الشيء ولا يكرر ابدا، ما عاد بيعمله احتراما لمشاعرك. بس تحكي عن الشيء اللي بيزعجك، اخر همه ما بيفكر بمشاعرك اصلا. خلص بيطلب الطلب، ما بيهمني انت شو عم تشعري شو عم تحسي، جاي على بالك مو جاي على بالك، بدك ما بدك ما بتفرق معي، انا طلبي بده يتنفذ. هو هيك بيفكر. تمام. هلا يعني هيك حكينا ببدايه الحديث عن صفات الابتزاز العاطفي، وحكينا نحن كيف فينا نتحسن، وحكينا محاور كثيره، ولكن نحن كيف فينا نوعي اولادنا بالبيت، كيف فينا نحن نكون اكثر ادراكا لانه هذا الشخص اللي قدامنا هو عم يبتزنا عاطفيا، هو ما عم يتنمر علينا، فرق كثير كبير. هو يمكن ما عم يستفزنا بقصة ثانية، هو ما نوع عيان. شو هي يمكن أبرز الصفات يلي بتدلنا أنه هيدا عم يبتزنا؟ هلأ ما عم قلك، هي أول شيء لما بينطلب الطلب، وأكثر شيء اليوم مثلا الأم يمكن تصدره لأبنها بدون ما تحس. يعني لما بتقول له مثلا تعال مثلا أنه بدي، هو مثلا ممكن يقترح أنه أنا مثلا بدي أختص بشيء معين، أو مثلا بدي ألعب هاي اللعبة، أو بدي أكل هاي الأكل. هون الأم أنه لا وما بصير وما في، وإذا ما عملت هيك رح أعاقبك ورح أحرمك منها. هون انت بلشت تصدري له الابتزاز. هو شو بيعمل؟ هي التربيه بتصير بالمشاهده، والطفل بيقلد اهله شو بيتصرفوا. ممكن الطفل يعمل فيكي نفس الشيء، بيكون بده يشتري شغله وانت عم تقولي له لا، بيصير بيبكي وبيصرخ وبيسمع العالم فيها، وانه انا بفوت على غرفته بيقفل الباب. هو عم قلك موضوع كثير حساس وخطير وعم يتصدر من طفولتنا، والحاله اللي بتصير كمان بالمنافسه بين الاخوه.
كمان هي بتلعب كتير دور كبير انه بتاثر على شخصيه الطفل انه يمارس عمليه الابتزاز. نحن عم نشوف في كثير هيك على الانستغرام فيديوهات عن النماذج عن النماذج انه الاطفال عم يستفزوا اهلهم عم يبتزوهم ان كان بالمول ان كان بهي شفنا كيف طرق التعامل عم يفرقوا بين انك انت تعملي رده فعل لطفلك وبين انك انت تنشي. يمكن محاور الطفل او موضوع تربيه الاطفال هو واسع جدا ولكن اليوم التطنيش قديش هيك يعني له صدى وله ايجابيات وخصوصا بالمواقف لما بتكون انه الطفل بلش بنوبه غضب فانا هون بدي احتوي نوبه الغضب تبعه لما هو بيفوت بنوبه الغضب لحتى يحقق الشيء اللي بده اياه. اذا انت ازعنتي وقبلتي من اول مره هو حفظ الاسلوب صار بيمارسه وبيكرره معك بكل مكان وباي شيء هو بده اياه فانا هون ما لازم استجب له انا بتركه بحتضن مشاعره بقول له انه اوكي انت هلا عم تشعر بالغضب فرغ مشاعرك. هيك التربيه الوحيده لازم تكون يعني نحن لهيك لازم ندرب اولادنا على الذكاء العاطفي كيف يتعاملوا مع مشاعرهم لانه اصلا الابتزاز العاطفي هو من العاطفه يعني في حدا عم يوظف العاطفه ليحقق اللي بده اياه شو ما كان دوره بالحياه فلازم تكون واعي ودرب ابني كيف يتعامل مع مشاعره. انت هلا عم تمر بنوبه غضب انا بحتوي هي النوبه بس تخلص بنحكي ما دغري بستسلم او ممكن اعمل له رد فعل اضربه كفين او اخده لا بتركه يخلص يفرغ مشاعره وبعدين بيجي بتواصل معه وبصير بقنعه بطريقه متفاوت بينه وبينه يعني يعني بتحسي بين الاهل هي علاقه صله وطيده يعني ما فيكي انت تنسلخي لا عن اخوك ولا عن اختك ولا عن اهلك حتى يعني هون عمليه الانسلاخ كثير صعبه ما فيكي انت بدك تعيشي مع هذا الشخص المبتز عاطفيا يعني ذكرتي انه ممكن يكون حدا من افراد العيله وكثير وارد هذا الشيء وعم نشوف كثير حالات انه حتى بين الاخوات وبيضغطوا على اهاليهم بالبعد بالفراق بالزعل باي شيء يعني فهون يعني في تصرف هيك لازم تصرف محدود يعني هيك واحد اثنين ثلاثه يكون هيك كثير واضح لهذا الموضوع غير عمليه الانسلاخ. ما عم اقول لك انه انا هون بدي انه بقول لهم لاهلي انه انا مثلا بحبكم وبحب وجودكم بحياتي وبقدر الشيء اللي انتم عم تعملوه كرمالي او مثلا بقدر انه انتم خايفين علي اني ما ساوي هي القصه اوكي بعبر لهم عن حالي وبين لهم شخصيتي بس في انا الي لشخصيتي حدود بدي ارسم لهم حد بدي اقول لهم انه انا هذا الشيء اللي انتم عم تطلبوه مني انا ما فيني اعمله بتمنى انكم تحترموا هذا الشيء وبس عرفتي هي بس انه نحن نرسم حدود ونقول لا يعني من حقك انك ترفضي اي شيء اليوم عم ينطلب منك صح نعم. والاهل طيب هي اهم شيء هلا لو دائره عم اقول لك ثانيه مثلا اصدقاء ومعارف ممكن انت تتزعلي الشخص ما تحكي معه بس اهلي الموجودين معي بالبيت انا بدي اعبر عن شخصيتي واقول لهم رايي انه انا هذا الشيء ما فيني اعمله وما بحبه وما بيناسبني بتمنى تحترموا هذا الشيء ولا يعني لا لو بلشت عمليه الالتفاف واشعارك باللوم اشعارك بالتانيب بقول لهم لا يعني لا خلص انا بتمنى تحترموا هذا الشيء تمام. هلا بالختام هيك خلينا نعطي نصائح اخيره تختصر محورنا اليوم. نصائح اول شيء بتمنى انه الشخص يكون واعي لمصطلح الابتزاز العاطفي وعرفان انه نحن اليوم عم نمارسه وعم يمارس علينا فلازم نكون كثير واعيين بالعلاقات القريبه جدا. ثاني شغله والاهم انه انا ارسم حدود باي علاقه انا موجود فيها حدود الخاصه فيني بشخصيتي. ثالث شغله والاهم اللي انا دائما بحب انه عن جد ضل ذكر فيها واقولها نتعلم الاعتماديه العاطفيه مشان ما اسمح لاي شخص يستغل مشاعري لصالحه ويوظفها لحتى يحقق مطالبه واحتياجاته اللي هو بده اياها. واهم شيء يكون عندي تقدير جيد لذاتي واحترام واهم شيء اعرف اقول لا. واهم شيء هذا الشيء ننقله لاولادنا ويكون عندنا هي الثقه بحالنا وبشخصيتنا وبعاداتنا وتقاليدنا فنحن اكيد بنقوى على اي شيء بيبتزنا عاطفيا ما عاد بصير ابدا ضحايا ابتزاز اكيد يعني حتى كان سؤالي عن الاهل وقت الاطفال او اولادهم بيضغطوا عليهم كلمة لا هون كتير صعبة وبتجي قاسية في أهالي ما بيقدروا خصوصا الأم ما بتقدر تقسي قلبها على أولادها وتقول لهم إنه لا في أشخاص أولاد بيبتزوا أهاليهم عاطفيا بدهم حب زيادة اهتمام زيادة مش شرط تكون متطلبات مادية بيكون عندهم متطلبات معنوية هون الأهل يعني شو بدهم يلحقوا بين مشاغل وهذا الشخص بالذات هذا الطفل بالذات بده شيء زياده لإله عنده نرجسيه فيك تقولي بده كل شيء لإله ما بيكون عليه اي ابدا اي حدا من اخواته ياخذ شيء فهون الاهل يعني هي نقطه كثير حساسه كبيره عليهم مسؤوليه كثير كبيره فهيك لازم هون نعرف نرتب اولوياتنا ومش ننظم يعني الاولويه لاولادنا اليوم من اي شيء ثاني اكيد. هلا شكرا كثير لك موضوعنا اليوم بنتمنى يكون هيك نال اعجاب وفائده المشاهدين
مفيدين. شكرا كثير لك. شكرا لك. حلقه اهلا وسهلا فيكم.